دايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. حنايا دابا هاد البلاصه سميتها بوحلو، وشنو واحد هاد سميتها بوحلو؟ ربما حتى السميه ديال هاد البلاصه سميتها بوحلو. دابا حنايا خدنا لو دوروت اللي كيدي فاس، يعني تازه فاس. اليوم راه 20 في الشهر حتى هنا كما كتشوفوا. يعني هاد البلاصة تاهلة، يعني منطقة تاهلة، اليوم راه 20 في الشهر المشاهدين الكرام، 20 في شهر 3 2021، احنا في السنة 2021 والخيرات ديال الله سبحانه وتعالى بدات من عام جديد، وقادنا غير واحد الحاجة وصافي، غير ان شاء الله كورونا غيهزها لنا علينا الله سبحانه وتعالى، وداك السعال الجالية غادي تجي للبلاد ونفرحوا معاهم ويفرحوا معنا. ومرحبا بالجميع. الحسيمة كترحب اي واحد. الطبيعة المشاهدين، ارى الطبيعة، واش الطبيعة؟ الطبيعة فوق طبيعة. حتى انا غير كاين الخروج ديالها من هنايا، يعني من تحت الطبيعة. المشاهدين الكرام، واش الطبيعة؟ محطة استراحية، استراحة. اللي بغى يرتاح يدخل لهاد البلاصة هادي. ولكن هذه هي المسارية، هذه هي يعني في هاد الوقت اللي بغا نخصو يتسارى صراحة. أحسن 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 يعني، يعني وقت يعني ديال 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 الخروج يعني من الدار باش بنادم يعني يفوج على راسو، هي يعني في هذا الشهر، حتى الشهر الجاي، وربما الشهر الجاي غيكون عاد حسن، عاد الله اعلم، يكون الربيع طلع اكثر من دابا. ولكن حتى دابا راه تبارك الله، راه ما شاء الله الصراحه، يعني من هنا حتى النصف ديال شهر 4 راه مزيان، غيكون كلشي خطر. دابا من تحت الشتا دابا الحمد لله صراحة، الحمد لله. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا على نعم الله، شوفوا المشاهدين الكرام، شوفوا المناظر كيف دايرة، شوفوا شوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. دابا مع الشتا يعني الصورة ماشي واضحة بزاف، ولكن المشاهدين الكرام يعني مناظر مناظر صراحة.
المشاهدين الكرام، داك المرسيدس اللي درت الحادثه دابا في جهه اخرى، اش ضميتي باش انا مغيض دار لك سيدا راه زلقات له السياره، راه باين حاجه باينه زلقاتو، راه دابا المشكل كيجري ودابا غير كيتوشيو الفران هي كتهرب تهرب يعني تهرب لجهه اخرى. على دايم ضروري بلام يعني في الهبطه ضروري بلا ما ينقص السرعه طلعه معليش، ولكن يعني في الهبطه ضروري بنادم خصو ينقص السرعه، وخصوصا في الدوره الا كاين تما الهبطه والدوره اطونسيو بلا نقصو، يعني الا جيتي في الدوره بعدا ما توجيش الفران ما تحاديش كاع نهائيا، راه الا قصتي الفرانه هي غتلعب بك، يعني ما غاديش يعني تقدر دير حتى شي حاجه، تلعب بك كما بغات هادي بلا ما يديرها في راسو. انا كنعطيكم النصائح بنادم خصو بلا ما يرد البال. دابا بحال هاد الدوره هادي هاي على حيد الفران، يحيد يعني رجليا على كسيراتون ديما كنكسريش ما نحاديش الفران، وخصوصا دابا في هاد الوقيته يعني ديال الشتاء راه غير كتحادي الفران هي تهرب منك. هاي كما كتشوفوا دابا بحال هاد الدوره هادي بنادم خصو ضروري يحيد رجلو على كسيراتون وما يحاديش الفران. الدوره راه طنسيو على 90% فاش كيوقعوا الحوادث هي في الدوره، وخصوصا الا كان بوحدو يعني غير كيستغي بوحدو. ايوا حنا كنعطيوكم غير النصائح لان المشكله انا يعني بزاف هذه، وانا كنصب الحمد لله شي 30 عام ولا اكثر انا ما درت شي حادثه، يعني الحمد لله ربي كيحفظني وعاوداني كندير المجهود ديالي وربي معانا. نتمنى يحفظ الله ويحفظكم المشاهدين الكرام جميعا ان شاء الله باذن الله. ونكتفيو بهذا الفيديو كما كتشوفوا حنا راه دزنا حتى هنا. نتمنى يعجبكم الفيديو المشاهدين الكرام، ما تنساوش الجيم 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 باش يوصل يعني يوصل اي واحد الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.